حقيقة الطعوم لهذه السنة تأخرت كثيرا، تأخر توريدها حيث أن المتوقع وصول الطعوم في بداية السنة وليس في ربعها الأخير مثلما يحصل الآن، وذلك نتيجة البيروقراطية والسلسلة دائرة السلسلة المكتبية الطويلة. عدة جهات لها علاقة بالموافقات لتوريد طلبية الطعوم واحتياجاتها. طبعا وصلت الطلبية إلى وزارة الصحة العام الماضي 2021 وبالتحديد في 7 أبريل 2021، ولكن البطء الشديد في الموافقات والإجراءات والترشيات سبب في تأخر توريدها بشكل كبير جدا. الحقيقة بعض الجهات وصل بها الإجراء إلى 4 أو 5 أشهر في جهة واحدة، وعدة جهات لها علاقة بالموافقات والتوريد، بداية طبعا وزارة الصحة وجهاز الإمداد الطبي وديوان المحاسبة، وأخيرا مصرف ليبيا المركزي الذي فتح الاعتمادات الخميس الماضي مشكورا، ولكن كانت الموافقة بطيئة جدا، ربما وصلت إلى 4 أو 5 شهور في مصرف ليبيا المركزي، وربما 3 أشهر في ديوان المحاسبة وهكذا. فكل الجهات مشكورة طبعا إعطاء الموافقات، ولكن نتمنى في السنوات القادمة سرعة الإجراءات حتى لا يتم نفاذ الطعوم ومستلزماتها وتتأخر بعض الطعوم على الأطفال وطعوم المدارس وطعوم أيضا الكبار مثل الإنفلونزا وطعم كذلك السحائي والطعوم الأخرى التي تعطى للطالبين. نعم، يعني أنت الآن أوعزت نقص هذه التطعيمات للمصرف المركزي لعدم صرفه للاعتماد لاستجلاب هذه التطعيمات وكذلك سلسلة الإجراءات المكتبية الأخرى من الجهات المتعددة. نعم نعم. طيب طيب، يعني هذه المشكلة تتجدد كل عام، لماذا لا يوضع لها حل جذري ينهي موضوع تأخر التطعيمات؟ الحقيقة نحن نتمنى وضع حل جذري، وحاولنا في عدة حلول منها يعني إجراء الطلبية والعطاءات في عدة سنوات بدل سنة واحدة لاختصار الإجراءات، ووقف عليها لمدة 3 سنوات طبعا، ولكن لما يوافق لتجديد هذه 3 سنوات مرة أخرى، ولعام 2029 وقف فقط على سنة واحدة اللي هي 2022 وبنفس العطاءات ونفس الأسعار السابقة، ومع ذلك وافقت الشركات المصنعة. فالحقيقة نحن هذا يعتمد على كل جهة على حدة، نتمنى السرعة الكبيرة في الإجراءات وأخذ الموافقات ومن كل الجهات التي ذكرتها آنف. نعم. طيب، ماذا عن لقاحات فيروس كورونا؟ هل ما زال إقبال أو هل ما زال هناك إقبال من الناس على هذه اللقاحات؟ وهل لا زالت اللقاحات متوفرة أصلا؟ الحقيقة الطعم المتوفر الآن هو طعم سينوفارم الصيني، وبصراحية تقترب من 12 شهر أو 11 شهر تقريبا، هو متوفر بكميات كبيرة جدا في كل مناطق ليبيا، وبفضل الله تعالى طبعا وبفضل الجهود ثم بفضل جهود المكافحة لمنظمة الصحة العالمية والجهود في كل الدول للتطعيم والوقاية من هذا المرض، الحمد لله الآن الانتشار يعتبر في أدنى مستوياته، وأيضا خطورة الفيروس وشدة المرض هي قليلة جدا مقارنة ببداية هذه الجائحة. فالآن الوباء أو الجائحة العالمية للفيروس الثاني كورونا لا تشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة. نعم. فيما يخص الطعوم الحمد لله كما أسلفت وافق مصرف ليبيا المركزي وفتح الاعتمادات الخميس الماضي، ونتوقع خلال أسابيع وصول أول الشحنات إن شاء الله تعالى
ونتوقع كل الطعوم التي طلبت الجزء الأكبر خلال أسابيع والجزء المتبقي لحوالي 3 أو 4 طعوم وعدنا بها نهاية هذا العام. نعم. طيب ماذا عن أمصال العقارب؟ هل لازالت هل تتوفر لدى جهاز الإمداد؟ الحقيقة أمصال العقارب نحن طبعا كإدارة التطعيمات وكلجنة استشارية عليا للتطعيمات توضع أمصال العقارب ضمن طلبية الطعوم ومستلزماتها لكل سنة، وبالتالي نتوقع إن شاء الله وصولها مع الطعوم الأخرى، ومن ثم التوزيع يتم عن طريق جهاز الإمداد الطبي، خاصة فيما طبعا يتم خاصة فيما يخص الأمصال بصفة عامة، وكذلك أيضا يكون التوزيع بالتنسيق مع إدارة التطعيمات بخصوص كل الطعوم الأخرى.